بما اننا بنتكلم على السلام والامان، تعالوا نروح للرياضه. فريق الزمالك هيلتقي باذن الله بعد غد السبت الترجي التونسي، وده في اطار مباريات الجوله الثالثه من المجموعه الرابعه لبطوله دوري ابطال افريقيا. اكيد احنا نتمنى التوفيق للزمالك وبالذات جمهوره اللي متعطش لاي نتائج ان شاء الله كده تريح الزمالك وتريح بال الجمهور. بيحتل الترجي بقى نفسه صداره المجموعه برصيد 6 نقاط. أما الزمالك بيتساوى مع المريخ السوداني في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة. التفاصيل اللي هيحصل بالظبط، خلينا نعرف استعدادات فريق الزمالك لمواجهة الترجي وإيه اللي هيحصل في المباراة. خلينا ناخد هذه المداخلة ومزيد من التفاصيل الناقد الرياضي محمد مطاوع من تونس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على متابعين حضرتك في كل مكان. طيب قول لنا يعني آخر الأخبار بالنسبة للمباراة ما بين فريق الزمالك والترجي التونسي. طيب هو طبعا أنا هاخد من آخر حاجة حضرتك قلتيها قبل المداخلة، إن الزمالك عنده نقطة واحدة فقط في المجموعة الرابعة بعد مرور جولتين. الزمالك تلقى الهزيمة الأولى أمام شباب بلوزداد في افتتاح المباريات دور المجموعات، ثم التعادل مع المريخ السوداني في ليبيا. فالمباراة بالنسبة للزمالك بتمثل عنق زجاجة، يعني الفوز ولا بديل عن الفوز، أو على الأقل في حالة عدم الفوز إن الزمالك ما يخسرش وياخد نقطة يقدر يبني عليها في ال3 مباريات اللي هتكون متبقيين في دور المجموعات. يعني الفريق وصل النهاردة تقريبا في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة اللي هي 12:30 هنا في تونس. خاض أول تمرين دي الساعة 5 في الملعب الفرعي الرادس، الملعب الرئيسي طبعا اللي هيقام عليه المباراة. الاجواء بالنسبه لعيبه الزمالك عشان نطمن جمهور الزمالك شويه، الاجواء يعني اكتر من رائعه، في حاله تركيز كده من لعيبه الزمالك على تعويض اللي فاتهم في الفتره الاخيره، وان يبقى في تركيز بشكل اكبر ومحاوله اقتناص بطاقه التاهل عن المجموعه دي. اكيد. انا عايز اسالك بالنسبه للصفقات الجديده، هل ممكن تعين الزمالك بقى في هذه المباراه؟ طيب يعني السؤال بشقين يا استاذ شفقي، يعني الجزء الاول الصفقات هتعين الزمالك، هي صفقات مميزه بلا شك وهتكون اضافه للزمالك، ولكن يعني كما تعودنا من البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك، هو عنده سياسه ما بيغيرهاش، وهل هيغيرها في مباراه يوم السبت ولا لا ده اللي هنشوف. السياسه اللي هي ان ما فيش لاعب جديد، او حتى لو كان لاعب مصاب او لاعب راجع من ايقاف، يخش في المباريات بشكل رسمي بدون ما يكون خاض على الاقل من 4 لـ5 تمرينات مع الفريق، ده في حاله لو كان اللعيب مصاب او موقوف، لكن لو لعيب جديد بيتطلب وقت اكبر عشان يقدر يقنعه انه يكون على حساب اللعيب اللي كان موجود معاه في الفريق. فالصفقات هتبقى موجوده بنسبه كبيره، اكيد موجود، ولكن بنسبه اكبر هي هتكون موجوده على دكه البدلاء، قد لا يدفع بهم الزمالك بشكل اساسي في بدايه اللقاء. اكيد. طيب بالنسبه بقى للكواليس، يعني طبعا الزمالك رايح ومعاه نقطه واحده، الترجي عنده 6 نقط، فالحاله عامله ازاي في الكواليس؟ يعني هو زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لعيبه الزمالك، هو في يعني روح معنويه عاليه جدا، خاصه بعد يعني الوعد صرف مكافآت يعني صرف يعني مستحقاتهم المتاخره في الفتره الاخيره، وعد مجلس الاداره برئاسه المستشار مصطفى منصور بمكافآت ماليه خارج اللائحه المنصوص عليها في الخاصه بالفريق، يعني لو لائحه الفريق فدي ممكن تدي حافز يعني. بالظبط، يعني لو لائحه الفريق بتقول ان هم ياخدوا كل لاعب 10 جنيه، لا هو في لائحه خاصه بضعف الرقم دوت لكل لاعب في حاله الفوز وتحقيق نتيجه ايجابيه في ماتش الترجي. فالروح المعنويه واحنا جايين في الطياره الروح المعنويه عاليه جدا. طيب هل الصفقات الجديده بقى هتدي نفس الروح العاليه وتقدم الحافز ده برضه؟ 3 لعيبه يعني هو في لعيب يعتبر جديد قديم اللي هو محمود شبانه، ولكن هو ما لعبش مع الزمالك. ال3 لعيبه دخلوا في اجواء الفريق سريعا، شفتهم النهارده يعني يمكن 4 جلسات معاهم، الجلسه الاولى كانت من شيكابالا كابتن الفريق وهو قاعد معاهم في الطياره وبيتكلم وبيخليهم ياخدوا على اجواء الفريق، الجلسه الثانيه كانت من محمد عبد الشافي القائد الثاني للفريق، الجلسه الثالثه كانت من امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، الجلسه الرابعه اسماعيل يوسف مدير الكوره واحد الاساطير الكرويه في نادي الزمالك، وهو بيتكلم مع اللعيبه طول الوقت وهزار وضحك وبيدخلهم مع اجواء الفريق،
يعني كانت امور انا شفتها او يعني تابعتها وربطتها. يعني اللي انت بتقوله لي دي يعني الجلسه اللي في الطياره دي يعني الروح دي ممكن تودينا لنتيجه كويسه جدا بالنسبه للزمالك يعني. ده اللي نامل فيه نتمنى يعني. حضرتك توقعاتك بقى مش سهلة. يعني هي مباراه مش سهله بس خلينا نعرف برضو توقعاتك نتيجه يعني كام انا توقعاتي من اللي انا شايفه يعني رغم قوه الفريق الترجي التونسي وحظ 6 نقاط والجماهير وكل الامور دي لكن انا شايف ان الزمالك ان شاء الله قادر انه يحقق نتيجه ايجابيه ويبدا تكون البدايه من رادس او زي ما جمهور الزمالك النهارده اطلق الهاشتاج والترند اللي تصدر على تويتر البدايه في ابطال افريقيا من رادس فان شاء الله تكون البدايه الحقيقيه من مباراه يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله واحنا قلوبنا اكيد كلها مع الزمالك واي فريق بيلعب خارج مصر باسم مصر الزمالك امام الترجي التونسي نتمنى له التوفيق باذن الله. الناقد الرياضي محمد مطاوع من تونس اشكرك شكرا جزيلا.